يوم عندنا زيارة ميدانية لإقليم ديال اليوسفية والإقليم ديال الأسفي يعني لإعطاء الانطلاق المشاريع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والوقوف كذلك على المشاريع اللي هي كتنزل واللي هي متقدمة، وهذا يعني المشاريع اللي كتدخل في المخطط الإقليمي ديال كل إقليم اليوسفية ولا أسفي في إطار تنزيل استراتيجيات الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية واللي أعطى الانطلاق ديالها جلالة الملك حفظه الله في 2020 الأفق 2030، استراتيجية اللي كتعمل على الهدف ديال إرساء الأسس ديال السيادة الغذائية ديال بلادنا، وكل أقاليم عندها مخططات اللي هي كتأخذ بعين الاعتبار المؤهلات ديال الأقاليم وكذلك الإعاقات اللي كاينة، ولتثمين يعني الجهود اللي كاينة في هذه الأقاليم بالنسبة للتنمية الفلاحية. فالميزانية المخصصة لإقليم اليوسفية هي 3 مليار ديال الدرهم، ونفس يعني الميزانية فيما يخص الإقليم ديال أسفي، والدولة كتساهم في هذه الميزانية ب2 مليار ديال الدرهم في كل يعني إقليم. مشاريع اللي متأقلمة مع هذا الجو ديال المنطقة، اليوم عطينا الانطلاقة للزرع ولا التشجير فيما يخص يعني الخروب وفيما يخص الكبار وفيما يخص يعني كذلك الكبار والخروب والصبار، ما هذا يعني الأصناف كلها متأقلمة وكلها كتصبر يعني الجفاف وكتحمل هذا الجو، وهي مثمنة للجهود ديال يعني الفلاحة وديال المستفيدين في إطار ديال الفلاحة التضامنية اللي هي مشاريع مندمجة كيكون فيها الإنتاج الغرس الإنتاج وكيكون فيها كذلك التثمين، وخد يعني عبر إنشاء ديال الوحدات ديال التثمين وكتكون عن فيها آليات يعني حديثة، وكتنخليو بهذه الطريقة القيمة المضافة ديال هذا المنتوج كينعكس على التنمية المحلية والاجتماعية ديال المستفيدين على الصعيد يعني المحلي. برامج جد مهيكلة إن شاء الله واللي غادي نستمروا فيها، ومرامج ناجحة نماذج اللي شفناها هذا الصباح ناجحة واللي غادي تخلينا نمشيو للهدف الأسمى اللي هو إرساء السيادة الغذائية ديال بلادنا وجعل القطاع الفلاحي هو القاطرة ديال التنمية ديال الاقتصاد الوطني. وألبسه ثوب الصحة والعافية، واكلأه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وافتح له فتحا مبينا، وانصره نصرا عزيزا، وأتم عليه نعمتك، وأنزل في قلبه سكينتك، وانشر عليه فضلك ورحمتك، وأيده بجندك الذي لا يغلب، وبقوتك التي لا تقهر. اللهم سدد خطاه، وحقق مسعاه، وأبقه دخرا وملاذا للمغرب والمغاربة. اللهم إنه يواصل الليل بالنهار خدمة لقضايا وطنه وتنمية لبلده وتحقيقا لسعادة شعبه المخلص في محبته، فهيئ له يا رب من يخدمه في الغيب من جنودك التي لا نعلمها خدمة تسعد بها قلبه وترفع بها قدره وتنشر في الآفاق بها محبته. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.